عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها السادة الحضور. دعونا نعطر أولا مجلسنا هذا الطيب بآيات تامات من كتاب الله من أداء الطالبة جيهان جحودي. تفضلي لك المسرح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الله وطيب أنفاسك. والآن قفوا احتراما وتقديرا لرمز من رموز السيادة الوطنية النشيد الوطني.